اليوم رانا في دوار العوابد، حكايتنا حكايه مريره جدا، حكايه اب من ذوي الاحتياجات الخاصه يعيل زوجته ابنه والوالده تاعو طاعنه في السن. لغد ما عنديش بندابي اللي راحت لي اللي راحت لي وراني مغبون من السكنه ما عنديش. اسمع لك عندي هو وليدي شا عندي ما عندي والو ياك ودي تنبت. نحرق بالزيت في يدو صدره والرقبة تاعه، نقلت الزيت دفكت عليه. لازم يداوي عند الخاص عند بريفي. بصح هو ما عندوش، يما عليكوش مع الحليب ما عندناش ما كفيناش، يما عليكوش مع الحليب ما عندناش ما كفيناش. ستة من نسبة اللحظة نهضبة في وسط الحمومية وفي وسط الفاميلة. الحمد لله ما رحموناش ما رحموناش يا بنتي. الله ما رحمونا أمام الله ما رحمونا أمام الله. درك مريضة ودرت حديث وراني مريضة ورا عندي لا تصفان. هادو هما الناس الحقيقيين لازم نشوفوا ليهم، هادو هما الناس الحقيقيين لازم نتأثروا بهم، نتأثروا بهم ونحسوا بهم ولازم نعاونوهم ولازم نعاونوهم.